قريبة انا خايف وقريبة. اسالك عن سامسونج تمسك فيا. عاوز فيرجن جديد. لا هو ما فيش خالص. عارف انت ما اقول له ميح، عارف عادل امام في الفيلم اقول له ميح. ما فيش بجد يعني. صح. انا صعبان عليا اللي انا بطلت كوره وما بلعبش دلوقتي يعني. انا صعبان عليا اللي انا انت كان ليك مقوله بتقول اي حد عنده 15 سنه لو صعدوا احسن من سامسونج. 15 سنه ياخد خبرات. امير ايمن عبد العزيز او ايمن امير عبد العزيز لو لعب وهو في السن دوت واخد الماتشات اللي خدها سامسونج دي ولا اي فيرويد هيكسر الدنيا. عنده 17 سنه، مواليد 2005، ودخل في 18 سنه، لعيب كبير جدا، لعيب كويس قوي. يعني لو خد الماتشات دي كلها هيبقى يعني اي حد احسن من سامسونج. انا بكلمك كمان على الاسم ده بالتحديد، حسام يعني. اشرف. هو فين حسام اشرف؟ مش عارف. لعيب من اللعيبه برضو. في الولد اسمه ايه اللي جاي من دجله ده، اسمه محمد حسن ولا اسمه اسمه يوسف حسن. يوسف حسن فين؟ لعب شويه برضو مع الراجل فين؟ اكيد احسن من سامسونج يعني. تحس ان الناس مختفيه كلها، اللعيبه كده مش موجود، ما تعرفش هم بيتمرنوا، حتى في صور التمرين ما بنشوفهمش. هو اللعيبه دي فين يا استاذ؟ انا ما يوسف ده تحديدا، يوسف حسن. يوسف تحديدا يوسف جاي يلعب. حسام اشرف لا جاي يلعب، وانت عندك مشكله يعني قبل ناصر منسي ما يجي انت ما عندكش حد، ففجاه اختفى. وحسام اشرف فجاه اختفى يعني حسام من اللعيبه برضو اللي كان لها مستقبل المفروض. على الاقل احسن من سامسونج. على الاقل احسن خد السنه دي ولعب السنه دي شويه برضو. مش الجزيري او مش ناصر منسي بس يعني اي حد. ما بيقولكش شوط على الجون حتى. لا وبعدين هي لازم بص يا شباب، هي لازم تكون انت عندك قناعه. انت خلاص انت مش هتشربه للجمهور، خلاص في قناعه ان هو دول مش شبه الزمالك. بس في جزء مش لعيب الزمالك ممكن برضه. لا تسويق انت يعمل باطي يشوط شوط تيجي جول يعني يعرف يبيعه. لا 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 فانت خلاص الموديل بتاعه قديم. ايه الموديل قديم خلاص. لا فانت خلاص انت خلاص. لا انت اقتنع ان ده خلاص موديل قديم. لا انت اقتنع ان ده مش لعيب الزمالك وخلاص. ما بتحصل، حصلت مش عارف ميكي وبيكي وبتاع، حصلت في انديه كتير ان برضه جت لعيبه. مين ميكي ده؟ في ميكي لا في الاهلي يا فندم. ميكي سوني. لا مثلا ليه هو السنه دي برضه في الاهلي؟ عشان بنتكلم على الزمالك يعني. لا انا قصدي ايه كل الانديه. بيخسر سافيو. فين سافيو؟ وارد. لا ما هتقارن سامسونج بسافيو؟ هو فين بيلعب؟ انا لا ما بيلعبش. انا معاك. لا 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 ماليش دعوه انا في القصه. لا انا قصه ايه؟ لا انا قصه مش بقارن. ما يفروش عن ده ملوش. لا يا راجل حرام عليك، ده ملوش زي يا راجل. هو ما يفروش. لا 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 لا. طب ما بيلعبش ميكي. ليه؟ طب اقول لك، عارف ميكي ده؟ طب ما بيلعبش ليه؟ طيب على الاقل ميكي ده يا عيد كان بياخد الكوره ويجري. انت فاكر ميكي ده كان ياخد الكوره يجري؟ فاكر هو كان عندوش فرامل صحيح، كان ياخد الكوره ويجري بسرعه وبتاع. هو بيقولوا له بعد الخط اوت بس بيصفر. بعد الخط. لكن ده سامسونج لا بياخد الكوره ولا بيجري ولا بيستلم ولا بيسلم ولا بيشوط ولا بيبقى اي حاجه خالص ولا الهوا. لا انا قصدي لا ان في لعيبه بتحصل. في لعيبه لا توفق. انا معاك في لعيبه بتيجي لا توفق خلاص. انا معاك ان ده وارد بيحصل وخلاص وانساه يعني ماشي. بس ده ميح يعني. طبعا انا معاك، بس ده انت لازم تقتنع. ما انت لازم تقتنع ان انت مش هينفع تشربه الجمهور خلاص يا عم. ده العيال المحترف اللي في الداخليه وفي قد 20 مره. هو يعني من اقل الصفقات اللي موجوده، المحترفين اللي موجوده في الدوري المصري يعني ما يلعبش حتى في الانديه يعني. لو الزمالك حب يعيره لنادي في الدوري المصري ما اعتقدش هي. ايوه مين تاخده بني عبيد؟ مش ناقص. خدوا هندول جدعان. انا ماسك النجوم دلوقتي مش بنع بيت. وعندي فرد من كولومبيا خلي بالك. لا يا راجل في النجوم لو لعبته. وانت سبت بنع بيت؟ وانا يعني الفتره ديت في ماتشات اللي هي بتاعه ترقي المحترفين، فانا مسكت بقى النجوم في 6 ماتشات كده الفتره ديت. ويعني في تواصل مع اداره بنع بيت يعني. هو الدوري خلص يعني الفترة يعني. انت متفق مع بني عبيد لك انت ما سبتهمش؟ ما سبتهمش لحد. انت طالع اعاره للنجوم؟ عندهم 6 ماتشات اللي هو بتاع ترقي المحترفين. انا ما اعرفش المعلومه دي. انا مش متابع. احنا مظاليم تحت. مش متابع الدرجه الثانيه والثالثه.